واخا رحيل رونار من بعد 41 شهر تقريبا على راس المنتخب الوطني المغربي، بعد الطريقه باش مشى رونار اش يمكن نقول عليها جمال؟ كنا كنظن اليوم الاثنين الماضي كنا ناقشنا الموضوع. انا شخصيا كنت قلت المدرب يعني رحل، كنا تبعنا يعني مسلسل من بعد بلاغ ديال الجامعه الملكيه المغربيه كاين في يعني رحيل المدرب، ثم من بعد تاكد انه رونار يعني وضع نقطه نهايه العلاقه ديالو مع المنتخب الوطني. يعني رحيل رونار هذا امر واقع الاساسي اليوم، يعني هو مرحله ما بعد رونار، هو كيفاش ندبر الامور المتعلقه ليس يعني بالمنتخب الوطني الاول، لانه على امتداد السنوات دائما كنا نختصر يعني كره القدم المغربيه في المنتخب الوطني الاول وليس يعني في امور اخرى. مع العلم هاد يعني هاد الامور خصنا نقلبوا الايه، لانه المنتخب الوطني الاول صحيح مهم جدا، ولكن هناك ما هو اهم هو البطوله الوطنيه للانديه ديال البطوله الوطنيه بمختلف اقسامها، هيكله ديالها، تنظيمها، ثم من بعد يبقى يعني المنتخب الاول تحصيل حاصل لما ننتجه محليا من لاعبين متميزين، وايضا مزيان جمال هادشي غنهضروا عليه غير هو الحصيله ديال رونار واش يمكن نهضروا عليها ولا حصيله رونار؟ انا كنظن يعني نورمالمون عادي ان المدرب شخصنا شويه طبيعي الحال نقشوا الحصيله. حصيله رونار فيها ما هو ايجابي وفيها ايضا ما هو سلبي، ك يعني فيها المشاركه في كاس العالم، وكان ممكن تكون يعني كان ممكن تكون نتيجه افضل، فيها ايضا العوده لكاس افريقيا للامم في الدوره ديال 2017 للتاهل للدور الربع النهائي، فيها ايضا حضور في كاس افريقيا الحالي، ولكن ايضا كان يعني حضور مخيب لانه بعد ثلاث انتصارات يعني متتاليه في دور المجموعات جاء الاقصاء امام البنين اللي بعثر كل الاوراق ديال المنتخب الوطني على مستوى يعني لان كنا المغرب والجزائر كان ممكن منتخبين معا يلعبوا يعني المباراه النهائيه، ولكن مجموعه من التفاصيل التي رافقت المنتخب الوطني يعني البيئه المتعلقه بالمنتخب الوطني الاختيارات تدبير هذا المنتخب الاول يعني ادت الى يعني النتيجه مخيبه. الاساسي هو انه الامور الايجابيه خصنا نبنيو عليها المستقبل، لان المستقبل مهم، ناخذ الامور الايجابيه ونتفاداو الامور السلبيه، لا متعلقه يعني بمسؤوليه الجامعه ولا متعلقه ايضا بالتاطير التقني والمتعلق يعني منتخب. نعم سي روحلي انت يعني كما 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 تبعنا رونار مشى تقريبا ضرب واحد 41 شهر معنا في المغرب، ورا في الندوه الصحفيه في كاس افريقيا 40 شهر 40 اذا زاد راسو هذا الشهر هذا زعما ما يتخلصش فيه، هذه صالير زعما ما يتخلصش فيه ولا لا هو المهم المهم انا كنقول لك غير لمعلوماتي هو في ندوه صحفيه في 40 اعتقد المقابله الثانيه الاخرى او الثانيه قال بان عقد ديال 40 شهر دابا الان كاين 41 مزيان. رونار يمشي مساله عاديه جدا في علاقات اي جامعه ولا اي فريق مع مدرب، ولكن الطريقه هي اللي تناقش، الطريقه اللي تناقش لي الطريقه باش مشى فيها ما فيها ادنى احترام لمؤسسه الجامعه. نكونوا واضحين، وهاد السيناريوهات اللي كانت قبل داكشي ديال الفيسبوك الانستغرام تويتر وداكشي كان كتهضر على الطريقه، كتهضر على انه لاح في طريقه باش لانك انت كتعامل مع ناس ماشي اعداء ديالك كيف ما كان الحال. الجامعه راه عندها الوضعيه الاعتباريه ديالها، التعاقد كان معها، اللقاء اللي كان والجامعه احترمت المضامين ديالو هو من بعد خرجها. المهم كان المفروض ان تكون العلاقه ديال الانفصال بشكل اكثر رياضي واكثر في روح رياضيه، انها الطريقه شويه ديال فيها شويه ديال التعالي شويه ما وكاين حتى لا ليست ديالو كان كيلوح بديك الطريقه في تويتر بحال ما كتسوقش واحد مع ان اللي مشغله هي الجامعه. ثانيا هو راه شوف هاد القضيه راه قلناها في حلقه سابقه بان مباشره من بعد المقابله ديال زامبيا اللي كانت فيها الهزيمه في مراكش خبر اللاعبين قال لهم اخر لي مقابله لي في المغرب. دابا انت كيفاش كتحترم العقد ديالك وكيفاش هذوك اللاعبين غيتلقاو هذاك الخبر؟ انت غادي على بعد اسابيع من انطلاق ديال كاس افريقيا الامه في مصر وانت كتقول للاعبين انا غادي في حالي، اذا ربما كتقدر تخلق واحد الشرخ واحد اهتزاز داخل المجموعه. ما كانش نقول المدرب يعني محترف انه كان خصو يحافظ على ذاك الحفاظ على المجموعه ككل،
كاين عندك مخاطب داخل الجامعه اللي خاص تحافظ عليه. هذا كله كيبين بان فعلا المنطلقات ديال الاختيار وكيفاش كندبروا هذه الامور. وانا قلت دائما بان مؤسسات المنتخب الوطني مخترقه من بعد مجموعه ديال الجهات وهذا اللي ما كيخليش الصلاحيه كامله للجامعه في تدبير هذا الملف هذا. الجامعه عندها مسؤوله على كل المرافق والهرم التسيير كله الا منتخب فيه اشياء اخرى. وهذه الاشياء اخرى اللي كنتمنى ان ندبروا بالتي احسن. علاش؟ نحافظوا قيمه الفريق الوطني ونحافظوا الهيبه ديال الجامعه ويكون داك التعاقد يكون على اساس الحقوق والواجبات. كاين مجموعه من الاخطاء خلاصه كاين مجموعه من الاخطاء اللي دارت. حنا غنرجعوا نهضروا على المرحله المقبله. واحد الاشاره انا باقي كنتذكر مباشره من بعد العوده من المونديال روسيا كان رئيس الجامعه قد لقاء في مقر ديال وكاله المغرب العربي للانباء هضر على الشرط الجزائي. شنو؟ قال بان اي واحد بغى يمشي خاصو يخلص الى حدود 2022 بقدره قادر. هذا الشرط الجزائي اختفى ولكن لحد الان راه ما عرفناش الموقف ديال الجامعه. انا كنقول لك على الواقع حكم انت فهمتي. هو هذا هو التصريح الرسمي. انا حضرت الندوه الصحفيه وقالها رئيس الجامعه. سمعتوا حتى 2022 حتى 2022 اللي بغى يتخلى على الاخر كيرد على الاخر كيرد على الاخر. واش رد؟ هذا الى هذا الجزء الى هذا البند اختفى. غناخذوا الجواب ديال جمال الصطيفي.